شددت الكويت على ضرورة الاحتكام للآليات القضائية الدولية وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية، مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعوب المتضررة والمنكوبة. جاء ذلك في كلمة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة صالح الهران، والذي أكد حرص الكويت على الاهتمام البالغ بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، مشددا على أهمية ذلك في تحقيق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والمساواة.